همي من شؤون أركز على الأبحاث المنطقية، واقعا فقط أريد أجعل هذا الذهن ذهن رياضي منطقي، ليكن ذهن عرفي. فلهذا يقولون الفلاسفة بعد ما يقدرون يصيرون فقهاء لهسه، ونسوا أن الفلاسفة بعضهم لا يشغله شأن عن شأن، يقدر هم يصير شأن فقيه هم يقدر يصير حكيم، ما يكون مشكلة. نعم هذه ضعاف النفوس، نعم إذا صار فقيه بعد ما يقدر يصير غير شيء. أما الذي قوي من الناحية النفسية قوي، وقع له شؤون متعددة، يمكن أن يكون في الفلسفة فلسفي يعني العقل فلسفي، في العرفان عرفاني، وفي الفقه فقيه، وفي الأصول أصول، كل مشكلة على أي لحوة. إذن أرجع إلى محل